زعلت مني؟ لا بس ما توقعتك تحكي هيك. يعني ليش ما بيحق لي خاف عليك؟ منير أنا ما صدقت إنك رجعت. الأولاد بلشوا ينسوك. أنا معك بكل خطوة وبعرف إنه الفرنسيين عم بيكذبوا وبعرف إنه ما عم يسمعونا وبعرف إنه ما رح يطلعوا هيك بهالبساطة وبهالسهولة ومن حالهم. بس شو؟ بس ما فيك تشوف قطار جاي بسرعة وتوقف بوشه لأنه بيدعسك وبيدعسنا كلياتنا. أنت المفروض توعي الناس وتعلمهم كيف يركبوا بالقطار ويفكوه فرقوني فرقوني. هذا الوقت بده حكمة. شو قصدك؟ قصدي إنه كل زمن له ملايكته. أنا ما بدي ترجع تتلاحق وترجع تهرب على ألمانيا. منير أنا عن جد خايفة. مثل ما بدك. رح ضل قاعد بالبيت واتفرج عشان ما تخاف علي. رح ضل حدك عشان تحسي بالأمان. لأن هدول اللي انحبسوا وماتوا وانظلموا ما عدوا حدا يخاف عليهم. ما سريا الفرنسيين عم يطنشونا، ما لح يردوا على طلب الجلاء، وما في حل غير نواجههم بسلاح، وإذا ما في سلاح بالحجارة، وإذا كل واحد رد على مرته لأنه خايف عليه وقعد بالبيت بتروح البلد بشربة مي. هلا هذا اللي طلع معك؟ أنا هيك؟ منير؟ منير نسيت مين أنا؟ أنت بتعرف تستخدم السلاح؟ بتعلم. ماشي تعلم وعلمني وعلم الأولاد وخلينا كلياتنا ننزل نواجههم بالسلاح. بس أنت هلأ عندك سلاح، سلاحك قلمك، كتب وعي الناس، خلي الناس ترجع تنزل على الشارع، خلينا نرجع نطالب ونندد لحتى يطلع الاستعمار الفرنسي من بلادنا. وإذا ما بده يسمعنا منضل واقفين ومنضل صامدين وما منرجع بيوتنا إلا لما يطلع بالقوة. Thank you.